دي حقيقة، دي حقيقة يعني بجد والله العظيم مش هزار. كل ولاد الفنانين يعني مش أنا بس، كل ولاد الفنانين فعلا بيتظلموا أكتر من الناس العادية، لأن بيبقى أولا بيبقى السبوت عليهم أكتر من أي حد، وبعدين بيبقى فيه مقارنات فظيعة ومش لصالحنا يعني، وده دي مش حقيقة يعني. محدش فينا يوم يقول لك مثلا ده بيقلد بابا أو دي بتقلد مامتها، ده مش حقيقة، لأن إحنا بس طبيعي إحنا شبههم يعني. أنا يعني أكيد هيبقى فيا من أمي أو فيا من أبويا أيا كان، فطبيعي أنت بتبقي حاسة إن نفس الروح، إنما مش معنى كده إنك بتقلديها أو إن هو بيقلده بيقلد بابا مثلا، ففعلا بتتظلمي. وبعدين بيقولوا لك ان الاولاد الفنانين بيخشوا ان اهاليهم هم اللي بيفرضوهم، ما حدش بيفرض. هو لو انت يعني الناس ما حبتكيش مفيش حد يقدر يفرضك، لو انت مش شاطره الناس ما حدش هيقدر يفرضك، الفن ما فيهوش حد بيفرض حد. وبعدين عايزه اقول لك على حاجه، حتى لو الام او الاب وقفوا جنب اولادهم ايه المشكله فيهم يعني؟ انا عايزه اسالك سؤال، لو انت دكتوره النهارده او مهندسه او اي مهنه في الدنيا وعندك ابن دكتور او مهندس، مش هتساعديه؟ ما طبيعي تساعديه يعني. ليه اشمعنى الاولاد الفنانين اللي بيقولوا لك اهاليهم وبيساعدوهم طب ايه المشكله؟ حتى لو ساعدوهم، مع ان ده ما بيحصلش على فكره، بس حتى لو ساعدوهم ايه المشكله يعني؟ طب ما الدكاتره بتساعد اولادها والمهندسين بيساعدوا اولادهم، واي مهنه في الدنيا لو انت ابنك او بنتك بيشتغل فيها لازم هتساعديه، لازم تديله نصيحه، لازم هتبقي سبورت ليه، لازم يعني طبيعي. ايه المشكله يعني؟ انا مش شايفه ان فيها مشكله الحقيقه يعني، بس هو عارفه حد بيفضل يهدم فيكي وخلاص. طب يعني ايه المشكله؟ طب كل الناس بتساعد ولادها يعني، ايش معنى احنا اللي بصلنا كده؟